معكم رئيس جمعية الحي. هذه الفاجعة اللي وقعت هذا الحريق الحمد لله جاتي في الطوبيس ما جاتي في الناس، وانا كنت معنايا شي اتصلوا بيا للدار، يعني اعتقدت بان ما ربما تكون شي حادثه عاديه، ولكن ملي جيت جبرت الطوبيس حاله الحريق مهول، واتصلنا بالسلطه واتصلنا بالام بالوالي الام تجاوب معنا بس ما بقاوش يستناو رجال المطافي يتعطلوا علينا او شي حاجه، تجاوب معنا وصيفط رجال المطافي وجا القايد وجات السلطه كامله وجا الامن وجا كل شيء وحتى الصحافه حاضرين دابا. ولكن اللي كان عندنا واحد التنبيه، يعني خصنا هاد الطوبيسات يكونوا الطوبيسات في المستوى. تطوان واحد المدينه عريقه، واحد المدينه عندها التاريخ، خصهم يكونوا عندها الطوبيسات في المستوى. في هاد اليومين جابوا واحد المجموعه صغيره ولكن ما كافياش هاد الشيء، هذا خصو يشوفوا له شي حل الصراحه هي هادي. وكنشكروا الصحافه ديال شوف تي في على الحضور ديالها اللي قامت من الصباح وما كيصوروا، ولا الصحافه كاملين. كانت ما تكون فاجعه، وهذا السائق نعقله مجددا، هذا السائق انا كنشهد فيه قام بواحد الطريقه ذكيه اللي جاب الطوبيس لوسط الطريق وحطو، لو كان خلاه مع العمارات والسيارات كانت ما تكون كارثه صراحه. الله السائق انا كنشهد فيه عرف خدم عقله، رغم ذلك ديك الخلعه وديك التوتر وديك الشيء عرف كيفاش فين يخلي الطوبيس. وكنشكروا الجميع والحمد لله ما وقعش شي خطر يعني للبشر، وهذا ربما راه يعني خطأ في الميكانيكا وفي مسائل الضوء. النقل هذا خطير خصو يتبدل صراحة. هي هذه مدينة كيزيد سيدنا وكيكونوا فيها حفلات وبزاف ديال الحاجات، وما خصهاش تكون هكذا صراحة هي هذه. وشكرا للجميع. مدينة تطوان كتعاني من هذه الحافلات اللي كيهزوا فيها بزاف ديال الناس، والطوبيس كتعمر بشر بزاف، اكثر من 130 واحد في الطوبيس، وكيوقعوا كوارث كما وقع مره اخرى، المراه ماتت، دابا عاود الطوبيس تحرقات. يعني يا اخي بزاف هاد الشيء هذايا، خصنا شي حل للمدينه ديالنا باش حتى هي عاود كتبان بحال مدن اخرى. وحنا الحمد لله يعني كنخلصوا رزقنا في الطوبيسات، هما ما كيصلحوهمش. الشيفور كيقول الميكانيكو عدل لي الميكانيكو، كيقول لهم شي ضرب يا اخي واجي. الطوبيسات جابوهم لنا والو، ما كاينش شي حاجه. وهاد الخط هذا مارتير رينكون كاستيوخو يعني الناس كتعاني، والجاليه كتجي باش تمشي في الطوبيس مرتاحه، وهما كيعمروهم بزاف. وشكرا لك اخي العزيز. انا جيت تما نهضر لكم على الطوبيسات هذوما، اللهم هذا منكره. يمن الطوبيسات جدادين اخوتي، احنا في الشامل اسف تطوان اسع. نجمة الشمال تطوان اسا، ماشي الطوبيسات من كازا صاحبي بالي، جيبوا لنا النوفو شي حاجة، راه كيجيو الجالية كيديو نظرة خايبة على البلاد ديالنا، على المدينة ديالنا، شي هيدا اسا. هادي واحد كارثة كبيرة للشباب، كارثة كبيرة. علاش ما تكونش هذا الإصلاح؟ ما تدخلناش الإصلاح ويكون شي مزيان باش نركبوا مضمنين. حنا دابا أنا راجل كبير غادي ندخل في وسط الكار هذا نوض فيه العافية؟ ماشي حق، هذا ماشي حق. الله ينصرنا وينصر سيدنا وينصر مواطننا ويعاون المواطنين ديالنا ويوفق بالنفاق العالي. الله يرحم الوالدين، نوضوا بهذا العمل هذا، نوضوا بهذا العمل هذا.